السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ سورۃ التکاثر مکیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون.